رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد السيد ستيفان روماتي بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا. سعادة السفير ستيفان روماتي سفير الجمهورية الفرنسية. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles le Président de la République française, Emmanuel Macron, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République algérienne démocratique et populaire. وعقب تسليمه أوراق الاعتماد أدلى سفير جمهورية فرنسا بتصريح تالي. لقد قدمت أوراق اعتمادي بصفتي ممثلا للجمهورية الفرنسية بالجزائر. استقبلت من قبل السيد الرئيس عبد المجيد تبون، حيث قدمت له التصور العام الذي يحظو فرنسا حول علاقاتها مع الجزائر. هي علاقات متميزة واستثنائية من حيث قوتها، ما يجعل فرنسا والجزائر في علاقة وطيدة بحكم الجغرافيا والتاريخ وبحكم المستقبل الذي يفرض علينا العمل سويا كفرنسيين وجزائريين. إن قوة ومتانة العلاقات الإنسانية والتداخل بين مجتمعينا هي أشياء ذات روابط استثنائية، وخصوصيتها لم تشهدها علاقة فرنسا مع باقي دول العالم، مما يسمح لنا بالتقدم سويا وكذلك بدفع علاقاتنا الثنائية نحو مستقبل أفضل وتحقيق مشاريع مشتركة كبرى في إطار الجزائر الجديدة. سنعمل أيضا على إرساء حوار صريح وصادق بين بلدينا حول التحديات الكبرى التي تؤثر في المحيط الذي يجمعنا كفرنسيين وجزائريين. سنعتمد كذلك على علاقة بينية أساسها التقارب لضبط أجندة مشتركة، مع الاستفادة من تواجد الجزائر في مجلس الأمن بغرض تقوية الحوار حول أكبر القضايا السياسية، وهو ما تطرقت إليه خلال لقائي بالسيد الرئيس الذي أبلغته رسالة خاصة من قبل الرئيس ماكرون. سأشرع في مهمتي بالجزائر حاملا لهذه الأجندة الإيجابية في هذا البلد المضياف. Pays si chaleureux, si accueillant et si proche de la France.